يلا خلصنا. اهلين وسهلين. مرحبا حسين فندم. اهلين الحمد لله على السلامه. اهلين وسهلين. الله يسلمك الله يسلمك. بسيطه. اهلين معلم ابو سياره. شو العمل اللي عاملها لك صوف الرقبه؟ بسيطة عسني يا فندي، كل لم يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. صحيح. أنت شو العمل اللي عملته ولا؟ سيدي مثل كل لم يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. خلاص. أنت أي ما بتنطبع عليك؟ أنت هون مذنب. بسيطة اللي صار صار أبو سياح. احكي لنا نشوف شو أخبارك. كل خير. أنا هي جيت من العدلية هلا. إيوه. كنت أنا والمحامي. إيه. الحمد لله ظهرت براءتك والجماعة كلهم انكمشوا عصابة التزوير. واعترفوا انك مالك دخل بالموضوع. الله يطمنك بالخير يا رب. معلم وانا ما ظهرت براءتي من تهمه التحرش. انت والله والله لو رجعت الي لان اقعك هون بالحبس شي سنه حتى تتربى. ما قال لك المحامي قديش محكوميتها شغلتي؟ حظك كبير. ابوها للبنت اللي تحرشت فيها طلع صاحبي والجماعه طلعوا اكابر وتنازلوا وصفتوا عن حقهم. بسيطه بسيطة. تعرف يا أبو سياح والله عواض الفرحة أنا عم يمطني قلبي. ليش؟ كل ما عم اتذكر أني بدي يطلع من الحبس وبدي روح لعند مرتي هي أم صخر قول لحالي لا والله الحبس أحسن. لك صعي والله ذكرتني العمى هدول بيت حمار شي جماعة جوب تمام. أعوذ بالله. مرته اللي أخذها أم صخر مع شهادة حسن سلوك من هون إنه كانت منيحة أخلاقها أثناء الحبس محبوسة 4 مرات مرباية على الغالي. شو عم تحكي؟ خلاص انت خلاص. بيرفع الرأس. لك بعد ما رحت قبل ما روح لعند المحامي رحت لعنده مشان نتفاهم نحن وياه وإنه طالعك بسند الكفالة بغيرة. تعرف شو كان جوابه؟ شو؟ قال بكير بكير مشان قال الحارة قدامهم عيد مي ظريفة لازم المحبوسية تكون محرزة. ايه معهم حق يعني 10 ايام مين بيحكي فيهم؟ خلصت زيارة انت وياه اذا بتريدوا. ايه حاضر حاضر حاضر. انا بدي اروح على الحمام ما في حدا هنيك تارك الحمام ما في حدا. الله يرضى عليكم من هون لبعد الظهر بتكون وراكم وصلت لهون وبتطلعوا بالهنا. الله يهنيك يا رب. شكرا معلم ابو سياح. الله معك ابو سياح مع السلامة. معلمي لا تنسى لنا المحامي.